السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هوريكم حاجه بس بسيطه في تمرين الظهر اللي انا بتمرنها. مش عايز اطول عليكم قوي، التمرين عاديه كل الناس بتلعبها، بس اختلاف التكنيكس ازاي ان انا اقدر افوكس على الموسم اللي انا بترجتها، وفي نفس الوقت هو نفس الشكل بالظبط زي ما اي حد بيعمله، بس الفكره ان انا اسكويز على الموسلز وانزل بالتكنيك او اشتغل بالتكنيك مظبوط. يلا بينا نشوف الفيديو. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. أول حركة بحب أسخن بيها هي حركة الـ One Arm Dumbbell Row، ودي من الحركات اللي بتعمل لي Activation كويس قوي لعضلات الميدل تراب وكمان عضلات اللات. تاني حاجة بحب أسخن بيها هي تمرينة السيتد رو، ممكن أعملها على الكيبل ماشين وممكن أعملها هنا على البليت لودد ماشين. دي دايما من الحركات اللي بتخليني أحس بالأبر باك كله، كمان الرير شولدر من العضلات اللي بتشتغل. التكنيك هنا المختلف فيه إن أنا بحاول أشتغل فور رينج اوف موشن، بطلع كل كتافي قدام وأسحب كتفي الأول قبل ما أتني كويس، وده بحاول اطبقه على كل تمارين الباك، بمعنى ان انا لو ثبتت كتفي وحاولت ان انا اسحب دراعي بس اللي هو اتني كوعي بس، ده هيخليني ان انا اعمل الهاف رينج اوف موشن او ان انا اشغل نص الحركة بالظبط زي ما انا بعمل دلوقتي. ممكن اضيق ايدي شوية عشان ابدأ انزل كمان على اللات، كل ما كوعي يقرب من اللات كل ما احس اللات اكتر. دايما لازم اعمل اكتيفيشن لللات عن طريق ان انا بنزل كتفي وارفع دراعي تاني بنفس الشكل ده، بعد كده ابدا اشتغل الفول رينج اوف موشن زي ما موجود في الفيديو. بحب دايما العب اللات بول داون، من التمارين المهمه جدا اللي بتحافظ على شكل اللات وبتخلي شكل اللات اعرض واكبر. عندي بعد كده حركه البنترو، ممكن اعملها بالدمبل او بالايزي بار زي ما انتم شايفينها، برضو نفس الفكره، بحاول ان انا اسحب كتافي للاخر بعد كده اتني كوعي. كمان ممكن اعملها بالشكل الواسع اللي هو الفايد، وده برضو من الحاجات اللي بتشغل لي الرير شولدر وكمان عضلات الابر باك كلها، طالما بحرك كتفي الاول. طول ما كتفي بيرجع الاول على طول هتحس الميدل تراب، عضلات الباك كلها، الاريكتيف سباين كلها شغاله، عشان انا واقف في البوز بتاع الديد ليفت او اللي هو الهنج بمعنى اصح. برضو ممكن اشتغل تمارين التي بار، ودي من التمارين برضو اللي بتبقى بنسميها كلوزد رو، ودي برضو بتشغل لي الاجزاء الداخليه اكتر مع اللات زي الرومبويد. بحاول على قد ما اقدر زي ما بسحب كتفي الاول احاول ان كتفي ينزل في الاخر، بحاول احافظ على ظهري يفضل ستريت على قد ما اقدر. وفي نهايه التمرينه بحب انهي دايما بحركه الوان ارم دمبل رو، لان بحس ان هي فعلا من الحركات اللي بترسم شكل اللات وبتخلي شكلها مظبوط، وكمان بتحافظ على التنشن اللي موجود في المسلز بتاعه الباك بشكل عام. وفي نهايه الفيديو احب اشكركم على متابعه الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بشير ولايك. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.